القرآن يا عباد الله لو نزل على الجبال الراسية والصخور القاسية لتفتتت وتخشعت، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا، متصدعا من خشية الله. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ القرآن يبكي، وإذا سمع القرآن من غيره يبكي. قال لابن مسعود رضي الله عنه: اقرأ علي. قال: أأقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: فإني أحب أن أسمعه من غيري. فتلا سورة النساء حتى إذا جاء عند قول الله عز وجل: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: حسبك. فالتفت ابن مسعود فإذا بعيني النبي صلى الله عليه وسلم الشريفتين تذرفان الدموع. وهكذا المؤمن يا عباد الله إذا قرأ القرآن خالطت الآيات قلبه، فوجل قلبه، وخاف من ربه، وزاد إيمانه، وعظم إحسانه. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وعلى ربهم يتوكلون. Yuk jadi bagian dari dakwah Najiyah TV. Dukung operasional dan sewa satelit Najiyah TV. Raih keberkahan dan pahala amal jariah yang terus mengalir tiada henti.